السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأشياء الجميلة اللي ننتظرها كرواد فضاء على متن محطة فضاء الدولية هي وصول طاقم جديد إلى المحطة. قريبا جدا سيصل طاقم أكسيوم 2 اللي يحمل الكماندر بيجي واتسون والطيار جون شوفنر وزملائنا وأصدقائنا رواد الفضاء من المملكة العربية السعودية علي القرني ورائدة الفضاء ريانا برناوي. قدامهم برنامج علمي مميز، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. راح نستقبلهم بكل حفاوة ورحابة صدر، وان شاء الله يرجعون بالسلامة بعد تحقيق الاهداف العلمية من المهمة. تابعونا في انشطتنا على متن محطة فضاء الدولية، وان شاء الله اشوفكم على خير.